السلاح مع القانون ما بيمشي حاله، يا سلاح يا القانون، ما في حل وسط. من هيك ما فينا نمزج ما بين السلاح، استعمال السلاح لتطبيق القانون او تطبيق القانون لاستعمال السلاح. كيف وصل لهون؟ وصل، ما قلت لك حلو طلع كمان انه وصل عبر دون قطع بالامن هون بالفرد. هلا عم تشر من ترى مصلع بالله. معلم يكون الفرد وبعدين بيقوصوا. هيدا سلاحك، هيدا سلاحك.